أنا ممرضة أعمل من 7 سنوات. سنة 2019 شهر 9 تم تفريغي لاستكمال دراستي بكالوريوس تمريض في جامعة رأس الخيمة للطب والعلوم الصحية، لكن نظر للوضع اللي تمر فيه دولتي أصريت أني أكون إيد بإيد ويا زملائي الممرضات والممرضين من الخط الدفاع الأول للتخلص من فيروس كورونا المستجد. نحن نعمل 12 ساعة متواصلة، أرد البيت بعد 12 ساعة دوام لأطفالي، عندي طفل رضيع غلاته من غلات بلادي، من أولوياتي وطني مجتمعي ثم أسرتي.